سالي، هي الأيام أيام مباركة وما بتشبه غيرها من الأيام. يمكن بهالسنة لمسنا الفرق عن باقي السنين، فأغلب شرفات المنازل تزينت لتستقبل أكيد طفل المغارة. سلمى، ومع تحضيرات أعياد الميلاد أقيمت عدد من البازارات الخيرية، واليوم معنا الدكتورة جولييت رحال، هي من المشاركين والمنظمين بالبازار. عفوا، سوري. صحة صحة، على قلبك، وهنا رزق مشاركة. أهلا وسهلا. يسعد صباحكم. صباحك. صباح صباحك. صباح النور. أهلا وسهلا فيكم. خلينا نبلش مع حضرتك دكتورة جولييت. يعني اليوم عم نشهد كتير بازارات ميلادية كلياتها إلى نفس الطعمة، طعمة الفرح وطعمة الخير. شو اللي بيميز بازار كنيسة الزيتون سيدة نياح عن باقي البازارات؟ تقريبا يعني بيميزها انه فيها كثير اعمال يدويه، ما هي اعراض مثلا، ما بتعرض الشغلات المنتجه مثلا مثل مثلا انانيم بيدقوا، كله منتج يدوي. في يدوي وفي منازل بيد امينه ونظيفه ومراقبه يعني تماما. مثلا الحلويات عن على اليد، على اليد وتنقش باليد وهيك، مثل ما بيقولوا، مثل ما كانوا اهالينا يسووها ايام زمان. بقى هلا ايام زمان عم ترجع، والناس كثير عم بتحب الشغل البيتي، يعني مثل ما بيقولوا انه صنع منزلي. نعم. وفي كمان ناس بيجوا على البازارات بيشوفوا السيدات شو عم تعمل، بيحبوا كمان انه هن فرص عمل لهم، اللي يعني حابب انه ينتج كثير او بيوصوا عندهم لمناسبات، لحفلات، لاعياد ميلاد. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. طبعا بدي اعتذر بسبب المرض شوي. سلامتك. الله يسلمك. خلينا نحكي عن التحضيرات اللي قمتوا فيها بالبازار، كيف كانت الاجواء هيدا السنه؟ كيف كان التحضير؟ يعني مختلف كان؟ هلا هي كانت الاجواء حلوه كثير، نحن دائما قبل 15 20 يوم بنحضر للميلاد. اول شيء كل عام وانتم بخير. وانت بخير. الشعب السوري بخير، وقائد الوطن بالف خير. بنحضر نحن قبل 10-15 يوم مشان بازارات، بنشتغل بالمواد اللي نحن بنصنعها، بنشترك، ننزل بهالبازارات بنشارك معهم. هن كلهم يعني هي مو أول سنة بنشارك نحن، هي السنة الثانية بنشارك والسنة الثالثة. في جو ألفة، في جو محبة، بنرجع بنلتقى مع بعض، بنحس بالألفة والمحبة والسلام اللي هو الميلاد، بقدوم الميلاد. اكيد. يعني حضرتك من المشاركين بالحلويات اليدويه. حلويات يدويه. يعني اليوم جابتي لنا صحن، هلا نحن ما عم نعرف كيف نقاوم انه ما ناكل، بس اكيد رح ناكل شيء هلا. اكيد اكيد. على الهواء اكيد. كمان رح نشوفهم ونحكي عنهم اكثر. بدي ارجع لك دكتوره، يعني مثل ما قالت، الميلاد دائما بيزرع الالفه وبيزرع روح الموده. متعودين دائما اللي بيكون مسافر بيجي لحتى يحضر الميلاد مع اهله، هالشيء كيف بتعكسوه كمان بجو الكنيسة باعتبار البازار كمان هو بازار خيري ضمن الكنيسة؟ يعني هو دائما الأهالي بيحضروا لقدوم أولادهم أو قرايبينهم أو لاجتماع العيلة حول المائدة بيوم الميلاد، وللاستقبالات بصير تواصل وتزاور، والعالم بتروح لعند بعضها بتحب بعضها. يلي بيكون حامل شيء من حدا بسامحه، بيحاول انه يتواصل معه طبعا. بيحاول انه هو يبادره. يعني عندنا كثير نحن هيك توجهات بالكنيسه، انه مثلا انه ما يجي العيد وحدا حامل على حدا بشيء. اكيد بكل الاعياد يا سلمى ما حدا بيضل زعلان، كلنا يعني التسامح هو احلى شيء بالعيد. يعني اي انسان كان متخانق حتى مع جاره بيفوتوا عند بعض وبيعايدوا بعض، هذا بيبادر للثاني. اكيد في مبادره. اكيد يعني. اكيد. يعني خلينا نحكي كمان عن هذا الصحن اللي كانت عم تحكي عنه هلا سلمى، يعني عن جد لا يقاوم منظره. فرح لازم ندوق منه. فهيدا سلمى حطت عين علي من اول الحلقه. تمام. هي طيبه كثير، وهي عباره عن اسمها راحه بقشطه، راحة بقشطة، معجونة بالراحة، الطحين معجون بالقشطة ومحشية بالراحة. أخذت إذن من المخرج. صحتين وعافية. صحة. تمام. وهيدا الجوزة اللي دائما عم نشوفها بالأعياد. هي الجوزة هي عبارة عن عجين طحين وزبدة، وبحشي قلبها النسلة والزبدة والقشطة.
يعني من اسمها هيك ومن شكلها كثير. يعني هي اسمها جوزة، شكل الجوزة، شكل الجوزة، تحب شكل الجوزة، لكن طعمته مو مثل الجوزة. بيقول المثل اللي شاف مو مثل اللي داق. أكيد وفعلا اللي شاف مو مثل اللي داق. يعني هذا الشيء قد ايه هيك فيهم هي المحبه. هذا شغل اليدوي كمان كانت الدكتوره عم تقول انه حتى النقش كل شيء كل شيء بتعملوه. هذا شوي عن مراحل هذا الشيء. اكيد رح المخرج عم بيقول لي خلي لنا شوي. هو انا رح اكل من كل الكيس، الصحن كثير كبير، رح اكل من كل شغله شغله ورح اترك. صحتين وعافيه. نحكي عن هذا اللي هو اكيد مميز هي بالميلاد. هي مميز بالميلاد، يعني هي نجمه الميلاد، ترمز للميلاد. يعني هذا بتعيد ميلاد بنعمله نحن، النجمه الشجره تعطيكي طابع الميلاد. كمان عم نشوف البريوش. البريوش هلا بنعمله نحن بالحالات العاديه بالفصح. بس هلا انا عاملته بالميلاد، بس عاملته بشكل انه عصايه بابا نويل. ايه مبينه انه غير مثل عصايه بابا نويل مدوره. ايه بالعاده هي كعكه يعني، بس انا عاملته بشكل عصايه بابا نويل. تعطي طابع للعيد. الميلاد رمز للعيد. يعني كثير طيبين. يعني انا ما عاد بدي احكي. بدي اكل بس. صحتين وعافيه على قلبك. كل إيه عن جد منظرهم يعطيكم العافيه وان شاء الله كل سنه وانتم سالمين. انا حبيت يعني انه رجع الطابع القديم، طابع عاداتنا السوريه اللي تربينا عليها، الحلو العربي اللي كنا نحن نعمله بالبيت. كله هذا بده دقه ونقش وبس بيطلع معك بنكهه طيبه، بروح طيبه. يعني يمكن كمان هلا الصبايا لما بفوتوا على البازار بيشوفوا هذا الشيء بيتذكروا بيت العيلة، بيتذكروا بيت العيلة. هذا بيدلك قد ايه انت حريصة انه لما بتشاركي بهيك بازار تعملي شيء فعلا يعني بيشبه يمكن النقوش القديمة تبع الميلاد. هدول القصص بتحسسك انك انت اسا يعني حياتنا احنا السورية اساتا، العادات القديمة لازم نحافظ عليها. نرجع انه نرجع نطورها، لانه هالوقت دكتورة عم تضحك علي وانا هالوقت هذا يعني بتحسي انه شوي شوي عم هيك عم تنفقد. لذلك انا بضل بحب اعمل بهالطريقة هاي. حلو. طيب خلينا نحكي عن النقشات اللي عم نشوفها بهون. هدول النقشات دائما بيتميزوا فيهم الستات القدماء. ما حنقول مثلا هي شاميه قديمه، هدول النقشات عادات شاميه. عادات شاميه. خلينا نحكي عن هيدا النقشه يلي بالملقط بتكون بالملقط. انا بتذكر ماما بتعملها بالملقط او ملقط نحاس حسرا. ايه خلينا نحكي عنها شوي. هي النقشه في ملقط انا جايبتهم معي بس ما في مشكله. هي نقشه تسمى خليط النحل، على شكل خليط النحل يعني تطلع. هي بالملقط تشتغل، ما بتشتغل لا بالقالب ولا بشيء، ملقط بايدك هيك شوي شوي بدقه وهيك بحرفيه دقيقه. يعني سلمى بتذكر ماما تقول لي اوعوا كنت تدقروا الملقط، هدول الملقط لهم خاصيه عند ستات البيوت كونهم هن من التراث القديم. يعني كمان عم نشوف الزينه، كمان معنا زينه عيد الميلاد. كمان هذا شغل يدوي لسيدات. شغلي انا كمان شغل حضرتك. تحكي لنا شوي عنه يمكن. يعني انا حبيت انه غير الحلو، يعني انا اجتني هيك افكار بعد الافكار. طبعا انا شفت يعني عن جماعه، شفت بالسوق وانا عندي افكار، حبيت انه هيك نميه لهالافكار هاي بصمديات صغيره للميلاد للبيت، يعني تغير شكل عن الحلو. طريقة الصنع هذا الشيء يعني أن نحن شايفين هذا أنه هو أول بسيط شيء. يعني هلا في أول تبعيته وشغلات يمكن من البيت بتقدر الست تعملها. أول شيء في عندك مثلا شغلات جديدة لازم تساويها، وفي عندك شيء إعادة تهيئة شغلة، تدوير شغلة جديدة، يعني ترجعي شغلة جديدة. إيه يعني هلا أنا مثل هاي مثلا علبة فلدين. تماما ملاحظين هذا الشيء. علبة فلدين أنا رجعت عدلت عليها وساويتها طلعت بطريقة أجمل، طلعت صمدية حلوة. وهذا اللي هو بسموه هذا اللباد. لباد. هذا اللباد ولبسته باللباد والشرايط الريبان والشمعات وورق هذا كله بيكون موجود. هذا كله موجود أول شيء بأسعار مانا غالية تماما وأسعار رخيصة، وبتقدر حيالله وحدة إنه مثلا تجيبها وتعملها يعني. مانا هلا عملية صعبة، بس بدك إنه أفكار يكون عندك شوية أفكار شوية خلفيات أنت ترجع لإلك. إذا بتقدر تاخذ وحدة من حيالله حدا من السوق، من صديقة، من البعض، حتى من الإنترنت، من الإنترنت، من اليوتيوب طالع شغلات بتقدر هي تصنعها يعني. نعم. طبعا المرأة عندنا السورية مرأة منتجة يعني أكيد. فعالة وبتقدر بيطلع بإيدها كل شيء. تا
تمام. دكتورة جوليات، خلينا نحكي شوي عن تنظيم البازار. كيف تم التنظيم وكيف كانت الأجواء؟ كيف حسيتي أنت السنة بما أنك من المشاركين والمنظمين؟ فتحكي لنا شوي. طبعا قبل فترة سيدات المهتمين بالكنيسة، السيدات يعني عندنا عدة سيدات، هن نجتمع كلنا سوا وما في حدا لحاله، ما هو عمل فردي وإنما هو عمل جماعي. نجتمع والمشتركين بيسجلوا عند أحدهن وبيسجلوا أسماءهم وشو بدهم يعرضوا، وبننظم الطاولات بشكل يعني. عندنا كمان دكتورة تريس فرحية وهي وجزيل بنظموا الطاولات بشكل هندسي، بشكل هندسي بحيث انه ينظموا الدخول والكل، ما حدا يتلبك، واثناء ما العالم انه عم بتدور على الطاولات ما حدا يتضايق. وكثير نحن هيك بنحب انه يكون الجو مريح ويكون جو ميلادي فرح، ويكون كثير هيك يعني مهما يكون واحد حزين انه يمسح عنه دمعه الحزن والاسى. يعني يحس انه في جو فرح هلا جاي. لازم انه هو يغير حالته النفسيه، تغير حالته اكيد. وكمان حضرتك حكيتي ببدايه الحديث قد ايه بتعطي هي فرصه للسيدات ليعرضوا مشغولاتهم اليدويه، وبنفس الوقت يقدموا شيء فعل خير، يعني باعتبار هذا الريع عم بيروح لكثير ناس تستفيد منه. ايه، ريع البازار بيروح ل مثلا لاعاله فقراء او الاسر المحتاجه او عائلات مستورة أو كذا، يعني المهم أنه الريع لهدف اجتماعي أكيد وإنساني أيضا. مدام هنا خلينا نحكي كمان، هلأ مثل ما سلمى عجبتها ولفتتها للشموع، كمان إحنا لفتتنا هيدا الشجرة اللي بقلبها قنينة كأنه وفي شموع كمان وفي صنوبر، كل شيء بيدل رموز الميلاد. بس كيف انعملت هيدا الشجرة وشو كيف هالقنينة هيك إجت هيدا الفكرة لا تحمل هالأغصان هدول؟ هلا هي فكرة اجت يعني انا شفتها وعجبتني حبيت انا اعملها يعني جربها وزبطت معي. هي عبارة عن الشريط تبع شجرة الميلاد، حلو، وعلى القنينة اللف يعني وتزير بحبل اللولو والاجراس والطابات والسنوبرات. يعني هي كثير سهلة، كثير سهل شغلها، ما انا صعبة. نعم يعني حتى الشمعة يعني والسنوبر كله شغلك هذا؟ كله هذا بخيته عم نشوف الألوان الذهبي الحلوة. كله شغلي. بتحاولي كل سنة يمكن تدخلي شيء بالألوان مثلا بيمشي مع الموضة أو حتى الموضة يعني، ولا بتحاولي تحافظي على الألوان الأساسية اللي نحن متعودين عليها بالميلاد هي الذهبي أو الفضي مع الأحمر والأخضر؟ هلا هي ما شرط أيام كثير أنت الميلاد بتزيني شجرتك مثلا، هي معروف عليها أنه الأحمر والذهبي، بس أيام أنت بتغيري بتحطي مثلا الفضي الموف، بتحطي أوقات شفنا شجر جديد مثلا باللون الأبيض، الشجرة لونها بيضاء يعني حسب يعني هلا هي حلوة كيف ما عملتيها حلوة، كيف ما زينتيها حلوة الشجرة، إن كان بالذهبي ولا بالأحمر. يعني لا بغير انا ما عندي مشكله يعني. بتعطي هي لها كل شغله لها طابع جماليه لحالها، بتعطيها جماليه لحالها. اكيد. يعني من بعد هذا الحديث الحلو والمفرح خلينا كمان تتوجهوا انتم بكلمه ومعايده من عبر منبر الاخباريه السوريه. مدام بدنا كلمه من حضرتك وبعدها اكيد الدكتوره جوليات، تفضلي. انا بعايد كل الشعب السوري، بعايد الاخباريه السوريه اول شيء، شكرا لكم، وبعايد الشعب السوري، وبعايد جيش الوطن، جيش الشعب السوري، بعايد قائد الوطن الله يحمينا اياه. امين. وكل عام وانتم بخير. وانتي بخير يا رب. تفضلي دكتور. كمان انا بتوجه بكل الامنيات الى كل الشعب السوري والى قائدنا المفدى والى اهالينا واحبابنا والى الجميع، وبقول لهم ليرفرف حمام السلام فوق ارض سوريا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لوجودكم معنا. شكرا لهالمشاركه الطيبه لكم اليوم، مشاركه المحبه وكمان مشاركه اللمسه الحلوه لصباحنا لليوم. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. نورتونا. شكرا. شكرا لكم.